الاستثمار بطعام الكلاب أفضل من حليب الأطفال. عدد سكان الصين من الحيوانات الأليفة سيقترب من ضعف عدد الأطفال الصغار بحلول عام 2030. التوقع الصادم ورد في مذكرة بحثية لمصرف جولدمان ساكس ونقله موقع CNBC. البنك يتوقع وصول عدد الحيوانات الأليفة في المنازل بالمدن الصينية إلى 70 مليوناً عام 2030، بينما سيهبط عدد الأطفال دون سن الرابعة إلى 40 مليوناً في السنة نفسها. تغيير دراماتيكي، ففي عام 2017 كان الرقم معكوساً، كان هناك 90 مليون طفل بسن الرابعة وما دون مقابل 40 مليون حيوان أليف، وهذا يشير إلى الاتجاهات الديموغرافية المقلقة في البلد الذي ظل لعقود طويلة أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان. الصين طبقت سياسة الولد الواحد لعقود طويلة للسيطرة على النمو السكاني، لكنها الآن تعاني من تفضيل العائلات للحيوانات الأليفة على إنجاب الأطفال. إذا كنت تفكر بالاستثمار في الصين، يمكنك التفكير بمتجر لطعام الكلاب والقطط أفضل من الأطفال. فقطاع طعام الحيوانات الأليفة من المتوقع أن ينتعش ليصل حجمه إلى 12 مليار دولار.